من منتجع هاش نكار في بحيرة سيوان. راح ننقل لكم مشاهد بسيطة، احتمال أحد يرغب أن يزور هذا المنتجع. راح ننزل نتجول بالأسفل ونصور لكم إياه. هذا منتجع هاش نكار في بحيرة سيوان، يتكون من فندق، طبعا الفندق هناك بالأعلى، وكوتيجات. من ضمن الكوتيجات اللي تأجرها أو الفندق إذا أجرت، يمكنك أن تستخدم هذا المسبح. هذه بحيرة سيوان راح نتوجه لها بعد قليل. هذه المسابح ضمن المنتجع هذا. هنا بالأمام نشوف الكوتيجات. كوتيجات موجودة غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة، وغرفة وصالة. هذا الفندق بالأعلى، مكان خاص للعوائل، بديع. ما أقدر أوصف لكم إياه بقدر ما أنقل لكم هذه المشاهد. الأسعار التقريبية راح أعطيكم إياها، أحد إذا يحب حتى يطلع عليها. مثل هذول الكوتيجات ثلاث غرف وصالة، سعره ما يعادل $250 أو أقل الليلة. يتضمن وجبة إفطار واستخدامك للمدينة المائية هذه. غرفتين وصالة تقريبا $90، تسعين ألف بالعملة الأرمينية، ما يعادل $200 أو $195. وأكو غرفة وصالة تكون أقل، يعني أغلى شيء نقول اللي هو ثلاث غرف وصالة. الكوتيجات، الكلام يخص الكوتيجات، بحدود $250 مو أكثر. أوكي، وهذه البحيرة أمامنا، اللي يحب يقدر يتصل بينا على أرقامنا المعروضة مع تقاريرنا قبل ما يوصل أرمينيا، حتى نقدر نأمن لنا الإقامة في هذه المنطقة. منتجع هاش نكار من قرب بحيرة سيوان، هارارات للسياحة.